فعلا هذا الرجل يحار الفكر البشري فيه. عندما أخذ ابن ملجم النفوس ثائرة، جماهير متعطشة للانتقام، هذا قتل نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. يا علي، من قتلك فقد قتلني. قاتل النبي وشبه النبي، فالكل كان متعطش لقتله والانتقام منه. في المقابل الإمام ماذا يقول؟ يا حسن، ارفق بأسيرك، خذوا لأسيركم، أطعموه مما تأكلون، واسقوه مما تشربون، ثم يتحنن عليه سلام الله عليه، يقول: أما ترى عينيه قد صارتا في أم رأسه خايف؟ هدئ خوف هذا الأسير، لا تخلوه مرعوب هكذا. الإمام الحسن يقول له وبعض من حضر: يا أمير المؤمنين، إنه قد فجعنا بك، وانت هل وصايا توصين فيه؟ قال: بلى. وأوصاهم أن إذا أنا مت فاضربوه ضربة بضربة. الإسلام هو هذا، قانون الإسلام مشهود عليه من قبل الجميع أنه فعل هذا الفعل متعمدا، قصاص لازم يصير، ضربة واحدة، فاضربوه ضربة بضربة، ولا يمثلن بالرجل، ولا تحرقوا بالنار، ولا يمثلن بالرجل، فإني سمعت رسول الله يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. الآن أنت تجد واحد في بعض البلاد أول ما يعتقل حتى لو لم تثبت عليه التهمة تكسر أضلاعه قبل محاكمة وقبل كل شيء، وأحيانا لا يصل إلى محل المحاكمة. وعلي عليه السلام بعدما أخذ هذا بالجرم المشهود ووصلت الضربة إلى آخر مداها، يهدئهم بالنسبة إليه، يرققهم عليه. الحد الشرعي في مكانه، بس الانتقام ليكون. هذا المسيطر على حقد النفس، ما عنده أحقاد، ما عنده تشفي، ما عنده رغبة في الانتقام. احنا احيانا بعضنا إذا شيء بسيط يرتكب منه يريد أن ينتقم غاية الانتقام، يشفي نفسه ويعطي لغيظه المجال بأوسع مجال. هذا أمير المؤمنين عليه السلام.